السلام عليكم أحبتي في الله. اليوم هنيتكم الوقفة وقوة التفكير. نقطع المكونات نخلطهم وندخلهم للفران وهنا ناضين من أسرع وأسهل وألذ الأطباق المشبعة. نبدأ على بركة الله. عندنا تشكيلة من الخضر: 3 حبات من البطاطس الحجم ديالهم متوسط، سبق وقشرتهم المكونات كاملين، نظفتهم من قبل. تنقطع كل المكونات اللي عندنا المكعبات صغيرة تقريبا، تنعطيهم نفس الحجم. ما كاينه لا تقنيات لا تعقيدات في هذه الوصفه. طبق ساهل ماهل ويعني في المتناول ديال الجميع. سنوضعوا البطاطا ديالنا في الصينيه ديال الفرن اللي عندنا ديال الفران. الا ما توفرتوش على الصينيه اللي تتكون اللي تجي مع الفرن، خذوا الصينيه اللي تستعملوا فيها الكراتان مثلا. تنقطعوا حبه ديال الفلفل الاخضر الرومي وحبه ديال الفلفل الاحمر الرومي. كيف ما قلت لكم ما تقيدوش بالمكونات، حاولوا تاخذوا الفكره وانتوما تطبقوها في البيوت ديالكم بالمكونات اللي عندكم. فيمكن لكم تستعملوا مثلا الدنجال الملفوف، الكوسه، القرنبيط مثلا، الشيفلور الى غير ذلك. حبه من البصل متوسطه في الحجم ديالها، حتى هي تنقطعوها المكعبات. فكل شيء سنقطعوه، كل شيء سنوضعوه في اللاطة. عندي 3 الفلفلات حارين هنا. الفلفلة اللي عندي راه ما حارش بزاف، ما تخلعكمش، ممكن تنقصوا من الكمية كيف ما يمكن لكم تحيدوها كاع إلا كانوا عندكم الأطفال. وجوج حبات من الطماطم الحجم ديالهم متوسط، سنقشروهم ونزولوا لهم البذور إلا كانوا فيهم كثار. فكيف ما تنعرفوا مطيشة راها يعني فيها عدة أنواع، كاين اللي تكون في الزريعة كاين اللي ما تكونش فيها نهائيا. صدر ديال الدجاج الكمية استعملوا اللي بغيتوا تستعملوا مثلا الكفتة، ممكن كذلك تستعملوا مثلا أي نوع من الأسماك بحال الكروفيت مثلا، أو الكفتة ديال السردين حتى هي تجي في هذا الطبق. كيف ما يمكن لكم تستغناو عليها تماما، تستعملوا يعني هذا الطبق فقط بباقي المكونات، ما ديروش فيه كاع الدجاج أو اللحوم. بقدونس معلقة كبيرة سنخليوها للتزيين، ومعلقة كبيرة سنضيفوا لهاد المكونات. وعندي صلصة طماطم خاصة بمعجنات مع البيتزا، سبق وحضرتها معكم. عندي هنا 4 فصوص من الثوم. بالنسبة لصلصة الطماطم فيمكن لكم تستعملوا واحد معلقة حتى جوج معالق كبار من مركز الطماطم مثلا إلا بغيتو تعوضوا هاد الصلصة ديال الطماطم خاصة بالمعجنات والبيتزا. وعندي هنا التوابل، فغادي نوزع على باقي المكونات. كذلك عندي هنا 100 ملل من زيت الزيتون و200 ملل من الماء، مخلطاهم بجوج لأنهم غادي نخلطوا كل شيء في الصينية. وكيف ما ستلاحظوا معي قطعنا الكل وغادي نخلطوه. بالنسبة للتوابل كتذكير، فعندي معلقة كبيرة من الملحة مع عمراش، معلقة صغيرة ديال الفلفل الأسود اللي هو البزار، ومعلقة صغيرة ديال الكمون، ومعلقة صغيرة ديال الزعتر البري اللي هو التيم أو التوميو، ومعلقة صغيرة من الفلفل الأحمر الحلو اللي هي التحميرة. فتنخلطوا كل المكونات كيف ما تلاحظوا معي. الطريقة سهلة ماهلة وفي المتناول ديال الجميع، ما فيها حتى شي صعوبة. المكونات بالنسبة للخضر ما تعقدوش الأمور، اللي عندكم استعملوه، اللي ما عندكمش ما تستعملوش. لكن عندكم خضر أخرى حاولوا تدخلهم في الوصفة، راها تجي بنينة ولذيذة، لأن كل مكونات من تندخلهم للفران فتجلسوا مع بعضياتهم. دخلتهم لمدة ديال 30 دقيقة على درجة ديال 180، الفران مشعل من الأسفل والأعلى. بعد ما مرات هذيك نص ساعة خرجت الصينية كيف ما تلاحظوا معايا راها طيبة المدة ديال نص ساعة. سنضيف الجبن الكمية اللي بغيتو، ضفت جبن الموتزاريلا تقريبا واحد 150 غرام، والبقدونس اللي تبقى ليا. فغادي نرجعو الصينية المدة ديال 10 دقائق إضافية حتى تكراتينا. كيف ما تلاحظوا معايا هذا هو الشكيل ديالها، خدات معايا تقريبا واحد 40 دقيقة على الدرجة ديال 180. وما شاء الله يعني وصفة لأكثر من رائعة، سهلة وفي المتناول. بصحتكم والسلام عليكم.